انت بتقنعيني ان ابوي كان كذي؟ الله لا يقوله. ابوك كان اكثر من كذي. عشرتي كلها معاه لا سمعت لي كلمه حلوه ولا شفت ابتسامه من وجهه. بالنسبه له انا ماكينه تفريخ بس، حتى يوم مرض اخر ايامه الممرضات والخدامات كلهم يدشون ليه عنده ليه داره الا انا ممنوع عند الباب واقفه، كله على باله بشوفه وهو ضعيف. حتى يوم ما مات جت الاسعاف خذته وغطى ويحه ومر قدامي ولا رفعت الغطاء عن ويحه وشفته، احترمت رغبته قلت ما ابي اشوفه وهو ضعيف. الله يرحمه. يبا بسألت اول مره، انا ابوي ما كان يحبك؟ ما ادري والله، هل عشرتي هذه معها ما ادري، حبني ما حبني، حبني ما يحب، ما ادري. زين انت ما سالتي يعني؟ لا يا يما ما سالت. انا ما انسى حجوه ابوي الله يرحمه يوم تزوجت ابوك، قال لي انت محظوظه ومقروده بهالرجال اللي بتتزوجين. انا عرفت الحين ليش مقروده، مقروده لانه كان عسر، ابوك وايد عسر يا يما، ومحظوظة عشان جبتكم انتم ورا بعض اربعتكم ولهيت بتربيتكم. فاضية انا اقول له تحبني ولا ما تحبني؟ ما فضيت اقول له. حلو. تعرفين ساعات يما صدق صدق يعني ما احس ان انا ولدك، احس ان انا رفيقك اخوك، فاهمك وفهمتني عدل. عدل يا يما عدل، صح كلامك يما، ترى انا اللي بيني وبينك 14 سنة، يعني انت صديقي واخوي وولادي وحبيبي ومالي غنات عنك. عشان كذي يا يما صدق لو اشوفك تسوي الغلط بعيوني ما اصدق هالشيء عليك. ايه ام عماد عندها شيء تبي تقوله؟ ما اعرف شو بشي بالموضوع يما، ايش عندك؟ ايش تبين تقولين؟ عدل يا يما عدل، هذا المفتاح لك يمه، لقيت الخدامه بدجداجتك قبل لا تغسلها. ايه صح، هذا مفتاح انا كنت صاب مفتاح على باب السكه ونسيته بدجداجتي. ايه بس بغيت اقول لك يمه دير بالك على اغراضك، لا تهمل اغراضك وتضيع منك، خصوصا المفاتيح، لان اسرار البيوت تنعرف من مفاتيحها. شلونك اليوم؟ إن شاء الله أحسن. الحمد لله. هاتي لي دواء الضغط. الله يهداك، شلون تأخذ دواء الضغط وانت معدتك فاضية؟ ما يصير، انت حتى ريوق ما تريقت الله يهداك. بس مسدة نفسي ومالي خرك، طول الليل ما نمت وأنا أفكر باللي صار، باللي قالته بنتك. أدري يا إبراهيم، أنا شفتك طول الليل وانت قاعد تتقلب وتفكر، بس من اليوم ورايح لا تشيل هم طول ما أنا موجودة. اليوم إن شاء الله بيوننا الحريم وبنفتك من هالموضوع. عيال أخوك والنعم فيهم، بس اللي صار مو شوية. إذا زوجت بنتك راح أشوفهم بين الفترة والثانية، وكل ما أشوفهم راح أتذكر أنهم غدروا فيني. شياب الموضوع الحين بس الله يهداك، خلني أحط لك أكل وكل اللقمة هذه على الأقل بس من يدي. أنا ما أدري، ما أدري شلون عصبيتي ومديت إيدي على بنتي، عمري ما فكرت إن أسويها. يزاها وأقل من يزاها، هذه واحدة قليلة أدب، شلون ترد عليك كذي وأنت أبوها؟ إيه ما يخالف، بس هذه بنتي، إذا أنت بتشعمينها وأنا بتشعمها بتضيع من يدينا. الله يخليك، قومي هاتيها لي، أبي أكلمها، ما أبي أخسر بنتي. إبراهيم أنا اللي أقول لك الله يخليك وترجاك، أنا ما صدقت على الله إنك تصير زين، إيش لك في المغثة؟ وراس أغلى شيء عندك. ما عندي أغلى منك. إذا أنا غالي عندك، قومي هاتي لي بنتي، خليني أكلمها وأخذ بخاطرها. إن شاء الله، تامر أمر.
الو ها توني قبل دقيقتين بس كنت في موقف دمار شامل، كنت بدق عليك شوي اتصلت. الحكي بالتليفون ما ينفع، انا بس اخلص اطلع من المكتب اجي لك على طول. اوكي بعدين افهمك. يلا سلام. اسمعيني، ديري بالك على سلمان، واذا بكى حطي له حليب، كل شوي شيك على الحفاظ. اوكي اوكي ماما. اوكي قوم. الو انتي وين يا القطعه؟ عيست وانا ادق عليك ما تردين. ترى انا رديت بيتي خلاص، رايلي مسافر يومين وما عنده حد. تعالي زوريني عاد. ايش فيش؟ ترى كلنا متزوجين مو بس انتي. عادي قولي حق رايلك بيا زور رفيجتي. خلاص اللي ريحك، انا بنطرش تردين علي. انت شوفي قولي لي انزين، يعني كلش ما تقدرين تجين اليوم؟ اوكي خلاص ما علي، انا بنطرش تردين علي. اوكي حبيبتي، يلا مع السلامه. مع السلامه. وينك يا زلمه؟ تاخرت كثير، خوفتني عليك. طريق زحمه ابن الحلال، ما صدقت اني انا وصلت. اللي من شو كان رايح واقف قلبك؟ شو اللي صاير؟ تتذكر اني كتبت على الجروب اني مضيع مفتاح الشقه؟ ايه. طلعت ناسيه بجيبي ولقيت الوالدة وجابتها حطتها بعيني. وشو يعني؟ عرفت شي عن الشقة؟ ما أدري يا كرم، ما أدري، بس نظرتها لي فيها كلام تبي تقوله، ما أعرف شلون أمي وأعرفها. أنا اضطريت أكذب عليها، قلت لها هذا النسخة مسوية على مفتاح البيت، وما أدري إيش قاعد أقول لها كلام أنا أصلا ما كنت أدري إيش قاعد أقول. بس اللي بخوفني تدري؟ لا كذبتني ولا صدقتني، وهذا شيء يخوف، يخوف يا كرم. ولا شو الخوف؟ كنت تقول لها هي مفتاح شقتك انت ورفقاتك، ليش الكذب اصلا؟ ليه يا شيخ؟ انا اقول حق امي هذه الشقه انا ماخذها لي انا ويا ربعي. صدقك انت؟ انا ايش يضمن لي امي شلون تفكر؟ لا ما ابيها تتخيل شيء مو صح، انت تعرف انا ايش نيتي في اخذ هالشقه، وتعرف احنا ايش نسوي؟ ناكل ونشرب ونجي نستريح لنا ساعه ولا ساعتين، انا ايش يضمن لي ان امي تفهم هالشيء؟ والله صراحه انتوا غريبين. يا خي خليكم صريحين مع اهلكم. ليش الكذب؟ لحد هذا اللي صار الحين. المهم انا ميت وعبي اكل، خلص خلينا ناكل. مات حبيبي؟ اي بدي اقول لك شيء. بنت خالتي جاي من بيروت شي يومين. اي بدي تضل هون لتلاقي شقه. هون وين يعني؟ بالشقه تقعد؟ ايه بالشقه هون. بنت خالتك كرم ولا حد ثاني؟ ولو يا عماد انا بكذب عليك؟ لا حشاك مو قصدي، بس انا كرم هذه الشقة أمانة عندك، ما أبي في لحظة يصير شيء يخليني أندم ويخليك أنت تندم. يا عماد يا حبيبي أنت مثل خيي، وأنا بخاف عليك مثل ما بخاف على نفسي. يلا بسم الله بسم الله. كلي أي والله هذا اللي صار بالضبط. لا 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 لا، عقبها تسكر الموضوع نهائياً. صج؟ ليش لا؟ متى؟ الليلة؟ لا لا لا، الليلة وايد صعب. يلا يلا أنا أكلمك بعدين، باي باي. يلا يما، أنا بروح بيت حمولتي، إن شاء الله بننتقل ونسكن عندهم. إيه قال لي بدر، متى بتنقلون؟
يعني أنا بديت من اليوم بس خبرك أغراضي وايد، ما يمديني أشيلهم كلهم مرة واحدة. إيه أخذي واحدة من الخدم تساعدك. إن شاء الله يمه، يلا مع السلامة. إيه صدق كنت تكلمي منو قبل شوي بالموبايل؟ كني سمعتك تتساسرين. ها يمه عندك أسرار وما تعلمينا. هذه خالتك أم سالم. حبيبتي خالتي، وحشتني من زمان ما كلمتها، عاد ليش ما عدتيني أسلم عليها؟ إن شاء الله ولا يهمك، المرة الجاية إن دقيت بعطيك التليفون تسلمين عليها. إن شاء الله. يلا يا الغالية مع السلامة. الله يحفظك.